لنقاش آخر مستجدات ثورة تشرين سيكون معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. كما ينضم إلينا من عمان أيضا عبر الخط الهاتفي الكاتب والباحث السياسي هلال الدليمي. مرحبا بك معنا سيد هلال. حياكم الله بياك. عليكم السلام ورحمة الله. ونبدأ مع ضيفنا عبر سكايب. أستاذ عبد القادر، كيف يمكن تقييم الحراك الشعبي في العراق وهو يدخل شهره الرابع؟ أهلا وسهلا بكم وبضيفكم الكريم ومشاهديكم الأعزاء. بات واضحا أن الحراك الشعبي تجذر في العراق وأصبحت جذوره راسخة، لأنه ثابت على المبادئ التي خرج فيها، وهو قد وفى ويوفي لدماء الشهداء والجرحى التي سالت وارتوت دماؤهم على أرض العراق، المطالبين بالخلاص من العملية السياسية والنظام الفاشل السياسي في العراق عبر كل أجزائه، من رئاساته إلى دستوره إلى برلمانه، وبالتالي يطالبون بإنقاذ العراق. وكشفت هذه التظاهرات كل الأمور المحيطة والمؤثرة والتدخلات في الشأن العراقي، كشفت التدخل الإيراني في العراق، وكشفت كذلك التواطؤ الدولي أمام ما يحدث من انتهاكات صارخة، كشفت زيف أن هناك ديمقراطية في العراق من خلال القتل المروع للتظاهرات السلمية، صمدت أمام آلة القتل والقمع طوال فترة 4 أشهر، وغدا سندخل في الشهر الخامس من عمر هذه التظاهرات وهي لا تزال تزف شهدائها وتثبت في ميادينها. كان العنوان الأبرز أن الطلاب لا زالوا أوفياء لهذه الثورة، وبالتالي الفيل الطلابي والزحف الطلابي كبير ومتواصل ولا زال حقيقة يظهر في ساحات التظاهرات وفي شوارع بغداد، لأنه الوجه المشرق للعراقيين في استعادة وطنهم. وهذا يأخذنا للسؤال التالي للسيد هلال من عمان أيضا عبر الخط الهاتفي. هناك من يرى سيد هلال أن الثورة تخطت مرحلة القلق على سقوطها إلى مرحلة متقدمة في الحقيقة من التحصن أو التحصين ضد عمليات الإسقاط والالتفاف على هذه الثورة، هل أنت مع هذا التحليل وما شواهد قدرة الثورة على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين والقائمين عليها. حقيقة الأمر ما تفضل به الأستاذ عبد القادر النايل، وأن الثورة والثوار هم في تصاعد وتنمو قوتهم أكثر فأكثر بالوقت الذي ينهار به جرف العملية السياسية والأحزاب السياسية، فبالتالي صمود الثوار والثبات على المبادئ وتحديهم للقمع الممنهج الذي مارسته سلطة الاحتلال في المنطقة ضد المتظاهرين السلميين في العراق أعطى زخما شعبيا أكبر كلما مضى من الزمن الذي تراهن عليه سلطة الاحتلال بضعف التظاهرات وتلاشيها، الأمر أصبح عكسيا تماما، مما أدى إلى اتباع أساليب أكثر وحشية مع المتظاهرين والاقتحامات المتكررة لساحات التظاهر والقتل والاختطاف والترويع وحرق الخيم وما إلى ذلك، هذا أدى إلى نتائج سلبية. الجانب الآخر أن كلما تقدمت الثورة تم الإفصاح بشكل واضح عن خنادق الصراع الموالية لإيران وخندق الشعب العراقي الذي يريد استرداد بلده وكرامته وعزته، وأعطى دم لهذا الهدف. نلاحظ أن الثورة في تنامي وفي تصاعد وفي دعم شعبي حقيقة أكثر من رائع، الزخم المستمر في دعم المتظاهرين، انحسار القوى الموالية لإيران والتي كانت تراهن على تفشيل الثورة واختراقها من الداخل كالتيار الصدري وغيره والآخرين والأحزاب بشكل عام، ولكن هذا الأكثر والأحدث على الساحة. الجانب الآخر وهو مهم أنه أصبحت الأطراف التي تنادي بأن المتظاهرين لا يمثلون الشعب العراقي وأنهم مدعومين من الخارج هم يخرجون بمظاهرات تؤيد إيران علنا، فمن الذي من هو العراقي ومن هو غير العراقي عندما تخرج أنت في بغداد وتنادي عاش خامنئي وعاش سليماني
هنا فضحوا أنفسهم بأنفسهم، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، والطيب واضح والخبيث واضح. ستبقى معنا أستاذ هلال، نعود من جديد إلى ضيفنا من عمان أستاذ عبد القادر. كيف ساهم الحراك الطلابي في تعزيز ثورة تشرين ومطالبها؟ من المعلوم تماما أن كل الحركات الاحتجاجية في العالم وبالأخص في العراق عبر كل السنوات الماضية والمراحل التي مر بها العراق في 100 عام كان للطلاب دورا أساسيا، وبالتالي نجاح أي ثورة يساندها الطلاب، وثورة القمصان البيضاء التي حقيقة جعلت من إشعاع هذا البياض الحقيقي داخل شوارع بغداد والمحافظات، وجميع الطلاب هنا يشاركون هذه الثورة لأنهم جزء أصيل منها، وبالتالي عندما تقود هذه الطبقة المثقفة الواعية التي هي عليها بناء العراق القادم وهي عليها الاتكال بعد الله، عندما تقود وتكون مؤازرة للثورة حقيقة سيكتب لأي ثورة لها النجاح والاستمرارية. لذلك تحية عرفان وإجلال لكل الطلاب العراقيين الذين يتظاهرون يوميا، وكلما كانت هناك مؤامرة على التظاهرات خرج أولئك الطلاب من جامعاتهم وساروا بشوارع بغداد. الإضراب الطلابي حقيقة أربك الحسابات الدولية والإقليمية والمحلية بطريقة واضحة، وجعل من الثورة تتصدر دوليا في هذا الإطار، لأنهم حقيقة بالقلم وبالفكر استطاعوا أن يصعدوا من خطوات مهمة وأن يكون لهم دورا في قيادة الثورة العراقية بكل أجزائها، فمراحل التصعيد من قطع الطرق وما إلى غيره كانوا جزءا رئيسيا من تفكيرها وتنفيذها مع المتظاهرين، وبالتالي المتظاهرين يحترمون الطلاب احتراما كثيرا، لذلك هم يدعونهم دوما إلى ساحة التحرير، وفي ميادين التظاهرات في المحافظات المنتفضة تجدهم يلبون الدعوة كلمح البرق، ولذلك حقيقة عندما يأتون زاحفين إلى ساحة التحرير تجد الهيبة، وفي المحافظات والميادين الأخرى تجد الهيبة والوقار على هذه التظاهرات، ويعلم الجميع أن هؤلاء الشباب يتدفقون ويهتفون باسم العراق، لذلك هم كان لهم الفضل في إسقاط كل التفاف الأحزاب السياسية والدول الإقليمية على الثورة من خلال اختراقها، فكان صوتهم الهادر حقيقة سحق الأحزاب السياسية والأطراف الميليشياوية التي أرادت وأد هذه الثورة وقتلها وذبحها، ولذلك هم جزء أصيل من هذه الثورة، وهم حقيقة شريان الثورة المتدفق دائما لساحة التظاهرات. نعم، ننتقل للأستاذ هلال. هؤلاء الطلاب والثوار بصفة عامة تعرضوا إلى حملة من الاغتيالات والقمع المتواصل والاعتقالات والاختطاف والإخفاء، ولكن يبدو أن كل هذه الإجراءات لم تضعف من عزيمتهم ومن مقاومتهم للحكومة وللميليشيات ميليشيات الحكومة. كيف تراقبون ذلك؟ أولا، وضوح الهدف بالنسبة للمتظاهرين وللشعب العراقي والشباب العراقي الذي استشعر بأن بلده يضيع وأن مستقبله أصبح مجهول بحكم الطغمة الفاسدة التي سيطرت على البلاد والعباد بعد الاحتلال الأمريكي في 2003، وخلال هذه السنوات الماضية هذا الشعور تنامى بشكل واضح بأنه لا أمل لهم إلا باسترجاع العراق واسترجاع مستقبلهم وإيقاف عجلة الفساد ورفع هذا القدر الفاسد من على صدر العراق، لأن الطغمة الفاسدة والأحزاب التي تولت على السلطة صادرت مستقبل هذه الأجيال، وإن وقوفهم أصبح وقوف وجود، لأنه كما تعلمون أن هذه السلطة أتت تحت حراب المحتل ووقعت المحتل الأمريكي الإيراني الاحتلال المزدوج في العراق رهن مستقبل العراق وثرواته ونهب خيراته لصالح الأجنبي ولصالح هذه الكتل والأحزاب والأشخاص بشكل شخصي، بحيث تنامت ثرواتهم من السحت الحرام بشكل مخيف. هذا الصراع ما بين الحق والباطل صراع أزلي، ولكن الآن أصبحت العملية عملية أنه يجب أن يعطي العراقي بكل ما يستطيع من تضحيات ومن دم في سبيل أن يؤمن حياته وحياة مستقبله، لأن القتل والإرهاب والطائفية
وما آل إليه العراق أصبح واضحا الخلاص منه، أصبح واجب شرعي وإخلاقي وقانوني. الإيمان الكامل والوعي الكامل لدى الشباب والطلبة بشكل أصلي هم أصحاب المصلحة في أن يكون العراق آمنا مستقلا مستقرا، خيراته لأبنائه. فبالتالي هذا الإصرار ناتج عن إيمان ووعي حقيقي بأنه علينا أن نستمر، وعلى الجميع أن يدعم هذا التغيير مهما غلت التضحيات، لأنه التراجع يعني الاستمرار في خوض الفساد وحوض الفساد الذي لا عمق ولا نهاية له إلا ترفع هذا القدر الفاصل عن العراق وعن صدر العراق وإنهاء الطغمة الفاسدة من أحزابها وكترها بكل مسمياتهم عن السيطرة عن هذا البلد الذي هو بلد الحضارات وبلد العلم وبلد الخلافة. آل إلى مستوى أصبح من الدول اللي يصنف العراق بآخر قائمة الدول من ناحية الأمن والاستقرار ومن ناحية الاقتصاد، 40% من شعبه تحت مستوى خط الفقر، وهو تاسع بلد في العالم في الموارد والثاني من ناحية تصدير النفط. هل هذا يعقل أنه يعيش أبنائه على القمامة؟ فبالتالي هؤلاء خرجوا بإيمان حقيقي، وهذا الإيمان هو الدافع لاستمرار ونمو وتعاظم الثورة واستمراريتها التي أرهقت الكيان المحتل العراق أمريكيا وإيرانيا وكلابه كلاب الحراسة في بغداد. ستبقى معنا أستاذ هلال دليمي، نعود إليك من جديد. أستاذ عبد القادر نايل، تواصل الحكومة في اقتراح أسماء جديدة لتولي منصب رئيس الحكومة. آخر هذه الأسماء كان محمد توفيق علاوي الذي يواصل أيضا الشارع رفضه ورفض كل الأسماء التي لها علاقة بالعملية السياسية. إلى متى يستمر هذا الرفض من قبل الحكومة في استيعاب المطالب التي رفعها الشارع والتي تتعلق بعدم اختيار أي اسم لتولي هذا المنصب من العملية السياسية؟ من المعلوم تماما أن الحكومة تسعى إلى ديمومة بقائها وإلى الالتفاف على أهداف الثورة، ولذلك قطع المتظاهرون بإجماع كبير تماما يساندهم الشعب العراقي أنه لا يتم اختيار رئيس وزراء من قبل الأحزاب الحالية، ولا يمكن أن يكون هناك رئيس وزراء في ظل بقاء البرلمان الحالي، لأنه لم يكن هناك أي فعل وأي إصلاح، بالتالي ستبقى محددات العملية السياسية ذاتها وهيمنة الميليشيات وإيران عليها، لأن الشخص الذي سيأتي في ظل وجود هكذا تشكيلات برلمان وميليشيات وما إلى ذلك من محددات العملية السياسية سيسير في فلكها مهما كان. ثانيا، الأسماء المطروحة يعلم المتظاهرون تماما والشعب العراقي وكل القوى أن هذه الأسماء جاءت بترشيحات إيرانية، وبالتالي كل الأسماء المتداولة والتي ربما البعض يريد إضفاء عليها نوع، لأن هؤلاء ربما مستقلين، ربما أنهم هؤلاء بعيدين عن الملفات الإقليمية، كل هؤلاء. محمد علاوي الذي يطرح الآن هو مرشح كوثراني مسؤول الملف العراقي في حزب الله، وهو لديه شركة من الأموال التي سرقها يديرها في لبنان ويجهز الوزارات العراقية منها، ولها تراكم مع ميليشيات حزب الله اللبناني داخل لبنان، وهو جاء بهذا الإطار وبهذا الترشيح. وإذا ما قلنا علي الشكري الذي يدفع رئيس الجمهورية بترشيحه، فهذا الرجل طرد بسبب الفساد من تيار الصدري، وهو الذراع الأيمن المالكي، وهو مرشح إيران في هذا الإطار، وهو يحمل عقل أيضا لتقسيم العراق، لأن رسالته في الدكتوراة كانت تشير إلى الحكم الفيدرالي والتقسيمي. لذلك كل الأسماء يعي المتظاهرون حقيقتها الكاملة، ولذلك يتم رفضها. تمام، أرجو أن تبقى معنا. ننتقل للأستاذ هلال. أستاذ هلال، كان لعادل عبد المهدي في الحقيقة في الأيام الماضية وصف أو أطلق وصفين باتجاه الثورة. الوصف الأول خاص بما يقوم به المتظاهرون من يعني إجراءات سلمية للتعبير عن مطالبهم، قائلا بأن هذا الحراك غير سلمي، وأطلق وصفا آخر يتعلق به وبحكومته عندما قال أننا نتعامل مع هذا الحراك ومع هذا هؤلاء المتظاهرين بشكل أبوي، ومع ذلك هناك مئات الشهداء وآلاف الجرحى كما تعرفون. ما رأيك بالتعامل أو بالنظرة الحكومية للمتظاهرين وللثورة بصفة عامة؟ هذا
هذه الفئة التي تتسلط على رقاب العراقيين والتي أتت بكل ما هو فاسد بكل تأكيد سوف لن تنصف منصفا، لأن الشعب العراقي عندما سار على هذه على هذا الفساد هو صراع أزلي أخي الكريم ما بين أهل الحق وأهل الباطل. إذا عندما يأتي الوصف العراقيين الثائرين ضد هذا الفساد من رأس الفساد فلا تتوقع منه خيرا. إذا كان التعامل أبوي وعدد الشهداء يربو على 800 شهيد وأكثر من 6000 معوق و24 ألف جريح، لو كانت حرب قائمة بين دولتين نظاميتين لما سقط هذا العدد بهذه الطريقة. التعامل الأبوي الذي رأيناه على 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 شاشات التلفاز ومن المقاطع المصورة باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين الذين لا يحمون إلا العلم العراقي، هذا هو هذه هي التعامل الأبوي لهذه السلطة. هذه السلطة متمسكة بالكراسي والمناصب والمكاسب التي لا كانت ما تحلم بها، لأن تعرفون من أين أتت بهم أمريكا؟ من مزابل العالم، وهذا ما صرح به الرئيس الأمريكي نفسه. إذن هم الآن عندما يقوم هؤلاء الفتية بالتصدي لهم وهذه الثورة المباركة التي هزت كيانهم وعرضتهم أمام العالم وأمام الشعب العراقي بشكل كبير، فبكل تأكيد سيتصدون لها وسيصفونها بكل الأوصاف التي لا تليق بها، هم يرمون ما بأنفسهم عليها. أين كان عادل عبد المهدي من الإصلاح؟ ماذا أصلح الشعب العراقي؟ ماذا قدمت هذه الحكومات التي تسمى بين هلالين حكومات، هذه سلطة احتلال تتعاقب على هناك الشعب العراقي؟ أسئلة كثيرة سيد هلال الدليمي برسم الإجابة أمام الحكومة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان، والشكر موصول أيضا لضيفنا الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، شكرا لكم.